لما مات النبي تأخر دفنه لثلاثة أيام، شنو السر؟ الأخوة اللي على إدارة المناهج الدراسية قديما كتبوا السر، لأن تريد الملائكة تصلي على النبي ورا ثلاثة أيام تكمل، ما تخلص الملائكة. النبي صلى الله عليه وآله مو قال أنا ما مررت بموضع في السماء إلا وفيه ملك من الملائكة، هذا واحد. ثاني شيء، ترى النبي صلى الله عليه وآله النبي منع من الدفن. النبي تدرون قضية هاي تألم قلوبنا وتجرحها في مثل هذه الليلة، أنتوا تدرون جنابكم أن نبيكم الكريم دفن ليلا؟ تدرون ما حد شيع النبي ولا نفر؟ لأن هؤلاء الأعراب الإنقلابيون منعوا وصول الأنصار، منعوا وصول بني هاشم لدفن النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك نص عائشة واضح تقول ما علمنا بدفن النبي، هاي عائشة المفروض مقربة عن النبي، حتى سمعنا أصوات المساحي آخر الليل. إذا نبيكم الكريم دفن ليلا، نبيكم الكريم دفن أشبه بالسر. والطامة الكبرى يرسل الإمام علي على حفار ودفان المهاجرين أبو عبيدة بن الجراح، يقول له تعال احفر لقبر للنبي صلى الله عليه، يمتنع، يقول له لا، مما يضطر أن يرسل على حفار ودفان حفار الأنصار لكي يحفر قبرا للنبي صلى الله عليه. فدفن النبي بعد أن نامت العيون وهدأت الجفون، مثل ما دفنت ابنته صلوات الله وسلامه عليها سرا وليلا. منعوا الناس من التحرك، فرضوا حضر التجوال، فمكون الأنصار من شافوا دول المسلحين بأحيائهم طبعا يلجؤون إلى زعيمهم كبيرهم قيس، والد قيس سعد بن عبادة الأنصاري، فتجمعوا في السقيفة وبعدين أتوا بسعد بن عبادة زعيم الأنصار يحملونه في ملاءة في قطعة قماش لأن مريض، وضعوه وسألوا إحنا ماذا نصنع، يقول دخلوا عليهم الانقلابيين واتهموهم بأنهم يخططون لكي يفرضوا رأيا سياسيا عندها. قال سعد بن عبادة الأنصاري، والنصوص موجودة، راجعوا كتاب السقيفة وفدك للجوهري من أعلام القرن الثالث الهجري والرابع، شوفوا، يقول فقال سعد بن عبادة الأنصاري إنا لا نبايع إلا عليا، تصورون تأخذوا من عندنا بيعة، حتى عمر يعترف يقول وتخلفت عنا الأنصار بأسرها، ما بايعوا، ليش تخلفت؟ قالوا لا نبايع إلا عليا. ولذلك بعدين ضربوا أو ضربوهم ضربة عنيفة وقوية بأن جوعوهم، أذوهم، صادروا أراضيهم الزراعية، وقتلوا زعيمهم سعد بن عبادة الأنصاري في الشام، أرسلوا اثنين بقيادة خالد بن الوليد وقتله، واتهموا الجن بقتله، مو احنا قالوا لا الجن، فقال شاعرهم على لسان الجن قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهمين ولم نخطئ فؤاده، قتلوه